اجتك الفكره انه تتعامل مع هاي المنحوتات والثريا؟ قبل 3 سنين او اكثر يعني اجتني الفكره انه من خلال الانترنت. اول ما بلشت فيه هي الثريات اللي هي اللي حال اللي على الصوف يعني. حبيتها يعني حبيت العمل اليدوي، فحبيت اطور الشغله الى ان تقنتها اتقان يعني زين الحمد لله، وشفت اقبال الناس عليها هوايه. العمل بيهن صعب لو ايش قد يستغرق ساعات؟ بالنسبه للثريا الوحده يعني تقريبا من 3 ايام الى اسبوع يلا تكمل الوحده، لان يحتاج لها هواي جهد وهواي عمل، ف يعني تاخذ وقت. شارك بزارات بغداد او بالمحافظات الاخرى؟ بزارات نعم، شارك محافظات بالبصره، مشارك مشارك معرض بغداد الدولي، عده بزارات هنا مقيمه في بغداد انا شاركت بها. شوف اقبال الناس على هاي المنحوتات او الفوانيس، يعني اكثر منحوت ممكن يشتروه؟ التراث العراقي، الاثار العراقيه عليها اقبال من قبل الناس حلو يعني. طيب شو تقول للشباب اللي عندهم مواهب مدفونه ومنتظرين التعيين ما موظفين هذه المواهب؟ انصح كل شاب كل شاب انه لا يظل يتامل انه يتعين او يدور تعيين من الحكومه، هو يعني هو رجل يعني ما ينتظر يعني يدور تعيين، لا خلي هو يدور على شغل، هو ذاته هو يكون نفسه، هو يدور فد موهبه يتقنها على مود على مود يعين نفسه. شنو الدوله بس تعين؟ انا مو ضد، انا مو ضد الدوله ولا ضد الدوله، لكن الدوله لها يعني شلون اقول لك لها طاقه، لها ليمت محدود، لكن انه مو شباب يظل معتمد تعيين تعيين تعيين، لا ما خلي انت شوف نفسك شنو اللي تحبه، شنو اللي تريده، شنو تريد تسويه، هدفك شنو بالحياه؟ هذا اللي اريد اوصل للشباب، اللي اعتمدوا على انفسكم، لا يكون اعتمادكم كامل على الدوله.